وفاة الملكة إليزابيث اهتمام عالمي، كل دول العالم اهتمام غير مسبوق تقريبا. ثم بعد ذلك تولي الملك تشارلز ابنها النهاردة المملكة إنجلترا أو المملكة المتحدة تحديدا. شفت هذا الأمر إزاي؟ الوفاة ثم أيضا التنصيب بإجراءات عاجلة وسريعة. يعني هو كان في حاجات قليلة في العالم مستقرة، يعني منها الملكة إليزابيث، إنها شخصية مستقرة موجودة على مدى 70 سنة اللي فاتت، ورغم تعرضها لكثير من المحن سواء داخل الأسرة المالكة أو لبريطانيا نفسها صعودا وهبوطا في السلم الدولي، يعني كانت هي الأيقونة المستمرة فاهتم بها العالم. يعني في جزء تاني لو انت تذكر، لانه ده حصل في حياتنا، يعني اللي هو وفاة ديانا، لو نفتكر اللي حصل في العالم كله، يعني اهتمام بسيدة قامت ببعض الخير 95 حاجات زي كده. ففي جزء بتاع انه كمان اصلا في فراغ كمان شوية في النيوز خلال الاسبوع اللي فات، فحدث الوفاة اجهزة الاعلام كلها في العالم كانت جاهزة، لأنه حرب أوكرانيا متوقفة عند خيرسون، محدش عارف هم الأوكرانيين الهجوم المضاد ناجح ولا الروس لسه هيعملوا، دي الحاجة اللي العالم واقف عليها. وبعدين العالم ابتدى يشوف أسعار البترول تنزل، أحيانا الغذاء ابتدى يقل برضو، ففي بعض الحاجات كده اللي هي تخلي العالم يسترخي شوية. وبعدين القصة نفسها بتاعت الملكة قصة مثيرة للغاية، يعني ما ننساش انه كمان هذه القصة بقت معروفة عالميا من خلال شبكة نتفليكس لما عملت مسلسل جبار اسمه ذا كراون او التاج للملكة. فقصة الملكة من جوازها لتوليها الحكم لقبل كده دخولها الجيش البريطاني الى سفرها في العالم كله، وهي كانت يعني ذات صفات حميدة من حيث الاعتدال، واجهت مثلا انه خد بالك الملكيه في امريكا في بريطانيا كانت مهدده بانه في ناس عايزه تحول بريطانيا الى دوله جمهوريه يعني زي بقيه دول العالم، لكن القدره على الحفاظ على هذه المؤسسه باعتبارها القوه الضربه الرئيسيه في القوه الناعمه البريطانيه، بتقول ان دي بلد مستقرة، التقاليد الدستورية فيها تتم حرفيا، طريقة تولي العرش مش عارف تتحط في انهي كنيسة، وبعدين امتى بعد قد ايه يبقى فيه خروج، وبعد كده يبقى فيه التتويج والكورونيشن للملك، في مجموعة تقاليد هي جزء، دي الحاجة الوحيدة اللي وقفت الدوري كرة القدم الانجليزي. يعني ما فيش حاجة تانية اتوقفت الا انه قد الشامبيون ليج اللي هو البريطاني لكرة القدم توقف. نعم. بريمير ليج. نعم. هنا لانه هي دي قمة القوة الناعمة البريطانية. طيب تولي الملك ابنها يتولى الحكم، وبإجراءات ايضا تمت اليوم، وثم القسم وعاش الملك. يعني النهاردة الشعب البريطاني، الحكومة، مجلس العموم، كله عاش الملك القسم. ما هو ده التقاليد. يعني هو كمان هو لابس ايه واللي واقفين وراه شكلهم قد ايه، واني نوع من الترومبت او المزيكا بيستخدم في الكنائس او كده، يعني في الحاجات دي المحافظة على هذه التقاليد البريطانيين حافظوا عليها على مدى 1000 سنة الماضية تقريبا. يعني فهنا زي ما بقولك ده رأس الحربة في القوة الناعمة البريطانية اللي هي المؤسسة الملكية اللي هي دور الملك في الحفاظ على الاستقرار. خد بالك بريطانيا دولة مركبة من انجلترا واسكتلندا وويلز واسمها ايه الشمالية، ايرلندا الشمالية وجبل طارق. يعني خد بالك دي جزء من التاج البريطاني غير الكومنولث. فبريطانيا ده جزء من يعني لحظة اللي بيسموها البيك، القمة للقوة الناعمة البريطانية المتعلقة بالأسرة المالكة، حيث الملك يعني هو أبو الأمة أو أبو الدولة ككل. ابتدى يبقى فيه كلام كمان جديد شوية عن كيف تغيرت الدولة أثناء حياتها.
يعني لم تعد الأرستقراطية البريطانية هم جماعة من البيض، وإنما بدأت يدخل فيها أجناس متعددة. في خطاب الملك تشارلز قال كده، يعني احنا نتكلم على بريطانيا جديدة نسبيا عما كانت عليه من قبل، وحديثة كثيرا عما كانت عليه من قبل، ومع ذلك في حاجة كده زي الوتد اللي عليه تقوم هذه الدولة وهو الأسرة المالكة.